السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد في قناتكم قناة كاطو دارنا مع كرم الله. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، عواشركم مبروكه، الله يدخل عليكم العيد بالصحه والهنا ان شاء الله. اليوم كما كتشوفوا معايا جبت لكم واحد الحليوه من الحلويات القدام، الحلويات اللي كبرنا بهم اللي كانوا كيصاوبوا لنا الامهات ديالنا. اليوم غادي نصاوب معكم واحد الحليوه كتجي معلكه، شوفوا كتجي خطيره في المذاق ومعلكه الصراحه، والمذاق ديالها زوين بزاف، ومقاديرها موجوده 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 في اي دار الكوك. وملونات ملونات الحمد لله راهم رخاص ومتواجدين في الاسواق، وغذائيه يعني ملونات غذائيه ما فيهاش يعني شي مضره للصحه. وغادي نحتاجو نيسلي فقط هادشي باش نصاوب هاد الحلوه. خليكم معايا الطريقه والمقادير. بالنسبه للمقادير غادي نحتاج الكوك، عندي 250 غرام ديال الكوك يكون نوعيه جيده داك اللي من الدم، مع واحد الطاسه اولا واحد الحك ديال نيسلي الحليب مركز المحلى. كل 250 غرام ديال الكوك كنحتاجوا ليها بواطه ديال النيسلي اللي الوزن ديالها 370 غرام. عندي ملونات مع النكهات، هنا عندي نكهه الفرومبواز باللون الاحمر، وهنا عندي اللون الاخضر، وغادي ندير له النكهه ديال البيستاش، ومن طبيعه الحال الشوكولا السوداء اولا شوكولات كحل اللي راني حاطاه كيدوب. اول حاجه غندير هو انني غادي ناخذ هاد الكوك ديالي غنديرو في الروبو، غطحنوه حتى يطلق لكم الزيت، حتى كيبدا كيتعلق بحال اللي كطحنوا اللوز بحال اللي كطحنوا كاوكاو، غطحنوه في الروبو ديالكم عادي. فوالا، من بعد ما طحنت هذاك الكوك ديالي راه كيولي رطب بحال هكا وكيطلق لينا ديك الزيت ديالو. غادي نديرو في البول. الحليوه هذه اقتصاديه وكتجي الصراحه زوينه، من الحلويات القدام من القاع الخابيه. قلت علاش لا اللي ما نصاوبهاش، الصراحه جاتني فكره والوصفه ديال ماما كنا كنديروها في العيد فاش كنا صغار، وقلت نصاوبها بما ان الدراري كيعجبهم داكشي اللي فيه الالوان وداكشي اللي كيكون فيه الشكلاط، فاكيد غادي ياكلوها وكتبقى شي حاجه اللي مصايبه في الدار. صافي، غادي نهبط هذا الكوك هذا وندير عليه نيسلي ونبدا كنعجن فيه. بان لي البول صغير، غادي نعاود ندير هاد الكوك في البول اللي هو كبير باش ما نتعذبش في الخدمه. فوالا صافي، وغادي ندير عليه نيسلي. حتى كيتعلق كامل باش نقدروا نشكلوه حرابين اولا دي بودا. فوالا، الطريقه ديال الخدمه ديالو ساهله جدا، وكما قلت لكم كتبقى شي حاجه ديال الدار زوينه وبنينه واقتصاديه. يعني ربعه ديال الكوك غتخرج لكم تقريبا طبيصو ما بيهش ديال الحليوه تزوقوا به البلاطو ديالكم ديال صباح العيد، وتوجدوها كاع حتى ليله العيد. هاد الحليوه هذه بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الوقت بحالي يقدروا يديروا هاد الحلاوي هادو الساهلين والاقتصاديين. الا كان الكوك نوعيه ماشي مزيانه وكيتشرب، فكونوا اكيدين ان هاد الحك ديال نيسلي راه ما غاديش يقدكم. شوفوا يعني انايا قدامكم داك الحك ديال نيسلي راه تبقى منه تقريبا واحد جوج ديال المعالق. علاش؟ لانه عندي الكوك نوعيه جيده والكوك راه كيتشرب. فوالا، صافي، من طبيعة الحال غنطيستي بيدي. شوفوا العجين راه كيتشكل ومعلك، واخا تيتلصق في اليدين ما تخافوا شي. دابا غادي نقسمها، نخدم بيدي دابا. حاولوا اننا نقسموها قطع متساوية، علاش؟ باش ما يشدش لينا هكا يا حربوا البيض بوحديتو اولا حربوا في الحمار بوحديتو، باش يجينا الحلوه ديالنا مقاده. نزيد نعجنو شي شويه، كيما قلت لكم اليد كتبقى هي تيستور ديالكم في هاد الحلويات هادو اللي تيكونوا هكايا معلكين وكيخصهم يعني يتحربلو. نضيف مازال شويه ديال نيسلي. فوالا،
هي ما كتفوتش كما قلت لكم لا بواط كامله، تقدروا تخليو منها معلقه جوج، ولكن راه ما غتفوتوش هذيك البواطه ديال النسلي. صافي غنكتفي بهذا القدر هذا، نخليها ترتاح ليا غير واحد شويه باش لا تيكستور ديالها ملي كنبدا نخدم كنعرف بانها صافي خدات حقها في الراحه، وهذاك الكوك ما غاديش يشرب ليا. فوالا الخليط ديالي من بعد ما خليته ارتاح غير واحد 10 دقائق رجعت ليه، هانتوما تتشوفوا يعني خدا حقه في الراحه. دابا نتشرب ديك السوائل اولا نتشرب داك النسلي ومتاكده من انني غنخدمه في راحتي. تقريبا عندي هنايا 600 غرام ديال هذا الخليط، فانا غادي نقسمه على قطع متساويه. غنستعمل الميزان، كل قطعه غندير فيها 200 غرام، باش كما قلت لكم الحلوه ديالنا كتجينا قد قد، ما كتشدش لينا ما كيشدش لنا من شيلو. فوالا هذه القطعه الاولى اللي غنحتفظ بها بهذا اللون هذا، يعني في اللون الابيض. القطعه الثانيه غادي نديروها في اللون الاخضر، حتى هي غندير فيها 200 غرام. والقطعه الثالثه حتى هي غتكون فيها 200 غرام اللي غنديروا بالاحمر. دابا غادي نبدا كنلون في هذه القطع هذو. ناخذ لو بول، وحده غنخليوها بيضاء والثانيه غادي نديروا ليها الخضر. يعني كما قلت لكم هذه النكهه ديال البيستاش، والاخرى غادي تعطيني فقط اللون. هاد الملونات هادو اولا هاد المنكهات راهم متواجدين في الاسواق 5 دراهم لا بواط، المهم 10 دراهم حلوه كامله غادي تطلع لكم بواحد تقريبا واحد 30 درهم 40 درهم، والكميه اللي غتخرج لكم راه لا باس بها. صافي غادي نبدا كنعجن فيه حتى كيدخل لي اللون، وانا كنعجن فيه وانا كنشوف داك اللون واش وصل لديك الدرجه اللي انا باغيه اولا غادي نزيد. كيبان لي غادي نزيد شويه، غير ما تكثروش من الاول باش ما يجيكمش عاوتاني داك اللون ماشي هو هذاك. فوالا وصلت لديك الدرجه اللي انا باغا في اللون الاخضر. صافي دابا غادي ندوز اللون الاخير اللي هو اللون الاحمر، نفس الحاجه كذلك غادي نبدا كنعجن فيه حتى نتحصل على الدرجه اللي بغيت، وغادي نستعمل يديا باش كنتحكم اكثر في هذا العجين. فوالا تحصلت على اللون الثالث. دابا غادي نبدا كنشكل منهم واحد الحرابيل يكونوا رقاقين. كنشكل الملونين، كنخلي يعني داك البيضه هي الاخرى، كنشكل هذوك اللي ملونين باش منين كنجي نخدم البيضه كتبقى ليا العجين ديالي اولا كيبقى ليا الكوك ديالي نقي، كتجيني الخدمه نقيه ما كنرقوهمش بزاف، و او ميم طون ما غنديروهمش شي غلاضين، غنقطعوهم قطع متساويه. فوالا من بعد ما شكلت هذوك الحرابل ديالي، الا كان الكوك النوعيه ماشي مزيانه اولا كان ناشف فراه ما غاديش يتشكلوا لكم هاد الحرابل هادو فاسيلمون. الوغ سي بور سا ضروري ما انكم تاخذوا الكوك يكون نوعيه جيده. غناخذ البابي كويسون، المهم هذا راه ديجا فيه الشكلاط لانني كنت خدمت به. كننزل هكايا البودان ديالي الاولاني، كنزيد حداه واحد خضر الا شفتيو انا راه دايرهم مقادين. صافي وغادي ندير واحد من الفوق اللي يكون في اللون الابيض، نقادهم هكايا بحال هكا نلصقهم. فوالا غادي ناخد الشكلاط مدوب وغادي نبدا كندير من فوق الحلوه ديالي، كنلبسها اولا كنغطيها كامله بالشكلاط وكنلوي عليها البابي. فوالا ما غتحتاجوش كميه كبيره ديال الشكلاط، كنلبسوها كامله
صافي. دابا شنو غادي ندير؟ غادي نلوي عليها هاد البابي كويسون هكايا، وغنجيب الاخر من الجهه الاخرى. هكا افضل صافي. وغادي ندخلها للمجمد تقبط راسها، وغنكمل بنفس الطريقه الكميه اللي عندي كامله. فوالا الحلوه ديالي من بعد ما خدات يعني حقه في البروده وبردات، خرجتها من الثلاجه تنيت على واحد شويه باش ما يتهرسش لنا الشوكولاط. عندي الكيتور ضروري ما يكون الموس ماضي اولا الكيتور، ولا درتوها سبحان الله درتوها في الثلاجه وكنتو مزروبين وبغيتو تقطعوها، فيكفي انكم تسخنوا الموس ديالكم في الماء سخون. صافي كنقطعها على هذا الشكل هذا، كتجي الصراحه معلكه وزوينه. غادي نديرها في الكويرطات، ممكن تخليوها هكايا كي لا بغيتو. صافي وكننزلها في طبق التقديم. حلوه من حلويات الزمن الجميل اللي كبرنا بهم، صراحه لذيذه 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 بزاف، وكنتمنى انكم تجربوها وتخليو لي من طبيعه الحال كومونتير زوين بحالكم. غادي نكمل الحلوه ديالي، كنقول لكم بالسلامه عليكم. وصفه جايه ان شاء الله غندير واحد جوج حلوات معتبرين حتى هما، زينوا بها الطبيله ديالكم ديال العيد. الى عجبتكم الوصفه خليو لي واحد اللايك واحد الكومونتير. باي باي عليكم.